مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مصلحة الأرصاد الجوية تحذر من استمرار نشاط زوابع رملية على أضرار تميمون المنيعة إن صالح كذلك ورقلة، وهذا إلى غاية أمسية اليوم بحول الله، ثم تتحسن الوضعية خلال يوم الغد. إذن ستنشط بعض الزوابع الرملية بوسط الصحراء ومنطقة الواحات، لكن بأقل حدة مقارنة بنهار اليوم. المناطق الشمالية الشرقية تبقى تشهد اضطراب جوي نشيط الفعالية خلال الصباح دائما نحو سواحل، يخصها بزخات من الأمطار الرعدية أحيانا مرفوقة بهبوب رياح قوية نسبيا نحو سواحل الشرقية. بعض الأمطار ستخص أيضا المناطق الوسطى خلال الصباح، تكون أكثر نحو سواحل الوسطى الشرقية. بعض الأمطار أيضا نحو المناطق الداخلية الوسطى والشرقية، بينما بالمناطق الغربية ستكون هناك نسبة رطوبة عالية خلال الصباح مرفوقة أو احتمال لبعض الأمطار الضعيفة والمحلية نحو السواحل، تتبعها سحب عابرة خلال النهار. تتحسن الوضعية الجوية مقارنة بنهار اليوم نحو شمال الصحراء ومنطقة الواحات، تبقى أجواء مشمسة تماما بالصحراء الوسطى لغاية الجنوب الغربي. الحرارة خلال ليلة اليوم تتراوح ما بين 4 إلى 9 درجات بالمناطق الداخلية، ما بين 11 إلى 13 بالسواحل تقريبا نفس المقياس بشمال الصحراء، 15 بتندوف، 21 درجة بإن صالح وتمن راس، وترتفع إلى 30 درجة بأقصى الجنوب. خلال ظهيرة الغد ارتفاع طفيف لدرجة الحرارة نحو كل المناطق الشمالية، تتراوح ما بين 20 إلى 24 درجة بالسواحل، ما بين 16 إلى 19 بالمناطق الداخلية، في حدود 22 درجة بغردايا، 25 درجة ببسكرة الواد المغير توغورت حتى ببشار، 32 درجة بتندوف بني عباس وإن صالح، ترتفع بدرجة واحدة نحو أضرار وتمن راس، وما بين 40 إلى 42 درجة بأقصى الجنوب. البحر خلال يوم الغد سيكون قليل الاضطراب بسواحل الوسطى والغربية، مضطرب بسواحل الشرقية، الرياح ضعيفة بسواحل الغربية شمالية شرقية، تدور إلى شمالية غربية نحو سواحل الوسطى والشرقية، سرعتها تشتد لغاية 50 كيلومتر في الساعة كلما اتجهنا نحو السواحل الشرقية. بالنسبة لشمال قارة أمريكا خلال يوم الغد أمطار بموريال ب 21 درجة، نفس الأجواء بنيويورك مع 19 درجة، أمطار كذلك جنوبا بمكسيكو ب 26 درجة، مشمسة على باقي العواصم 27 درجة بواشنطن ودالاس. نعود إلى العاصمة وضواحيها. وقت شروق الشمس صبيحة الغد سيكون في حدود الساعة 5 صباحا و37 دقيقة، والغروب على الساعة 7 مساء و51 دقيقة. دائما تبقى عناوين مصلحة الأرصاد الجوية في الخدمة. شكرا على المتابعة ودمتم في أمان الله.